موضوع حلقة النهاردة مهم جدا لكل ست. بنتكلم عن خيانة الراجل. ليه الراجل مش عنده إخلاص قد الست؟ وهل الراجل المخلص لازم تكون شخصيته ضعيفة؟ معلش يا فوزية، أنا آسف إن أنا قطعتك. ممكن تفسري لي أنا والسادة المشاهدين ما معنى كلمة إخلاص بالنسبة لك؟ ممكن أجاوب يا فوزية؟ آه طبعاً، اتفضلي. إخلاص يا أستاذ حمزة يعني الراجل لازم ما يخونش مراته، ودي له معنى كبير جدا جواها. ما شاء الله، معنى كبير جدا جواها ان الراجل ما يخونش مراته. ايه الجمال ده؟ للاسف كلمه الاخلاص موجوده طبعا عند الراجل، لكن عند الستات ما يفرقش معاها غير الخيانه بس. لكن الراجل طبعا بطبيعته مخلص، مخلص لبيته، مخلص لولاده، مخلص لمراته، حتى لو كان بيخونها. نعم، حتى لو كان ايه؟ بيخونها. مش هتفهميني طبعا، تفكيرك مش هيوصل لتفكيري. اضرب لكم مثل، لو راجل بيخون مراته زي انتوا ما بتقولوا، نزل مع عشيقته يتعشوا في اي مطعم، جاله تليفون ان مراته اللي هو بيخونها تعبانه وراحت المستشفى، هيسيب عشيقته فورا ويطير على مراته ويفضل جنبها. فهمتوا ولا لا؟ منتهى الإخلاص فعلا. عشيقته يا أستاذة فوزية. بس السؤال الأهم، هو ليه الراجل بيخون مراته؟ قول لنا حضرتك ليه؟ طبعا عشان عينه فارغة. ومين اللي خلى عينه فارغة؟ مين اللي فضله عينيه من الجمال؟ يا ست، ده أي راجل بيشوف أي نجمة، مثلا نانسي عجرم، بيقول إيه الجمال ده؟ والغريب إن مراته تبقى قاعدة جنبه، هي كمان بتقول إيه الجمال ده؟ ما فكرتش هي بقى تعمل أي حاجة تخليها تحاول لما يشوفها يقول إيه الجمال ده؟ ها؟ علشان كده أي مرة منكم انتوا الاتنين فاكرة إنها مرة، أحب أطمنها هي مش مرة بالمرة. لا 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 لا، هتموتني يا حمزة. يا نهار اسود، يا نهار اسود. هنا واخدة بالك يا دكتورة؟ المرة هي اللي تفكر ازاي ترضي جوزها، ازاي تبسطه، ازاي تخليه كده مستمتع. وعلى فكرة كلمة مرة والله العظيم ما هي شتيمة، عشان تبصولي انتوا الاتنين كده. والله، بس المصريين بقى من ضمن عيوبهم الكتير انهم لما بيسمعوا حاجه متعارف عليها بيعملوها على طول من غير ما يفكروا. واديكم مثال، احنا الشعب الوحيد العربي اللي بيكسر اللغه العربيه. يعني كلمه كوب بتبقى كوبايه، كلمه ملعقه تبقى معلقه، كلمه مراه تبقى مره. مره في دول عربيه كتير جدا بتقول كلمة مرة هي عادي. مثلا في لبنان، في سوريا، ستات ورجالة بيقولوا كلمة مرة وبتعدي. الأكتر من كده بقى، إن لما واحد في الدول الشقيقة دي العربية بيقول كلمة ديت، أو مثلا بيوصف ست على سنجة 10 بيقول مرة. إنما إيه؟ مش زي أي مرة. والله. أرجع بقى لأصحابنا المصريين، اللي ممكن واحد يهزر مع واحدة ويضحك على حاجة قالتها مثلا ويقول لها يا راجل. وبحكم إن أصحابه كلهم رجالة بيكون رد الست إيه؟ ولا حاجة، وممكن تكمل كلام عادي. يعني الست ما تزعلش لما يتقال لها يا راجل، تزعل لما توصف بأنها مرة. أما أمر المصريات دول غريب قوي. لو في واحدة عاقلة بقى فكرت كده شوية وقالت طب ما صحيح، ايه الكلام الفاضي ده؟ كلمة مرة دي عادي، ما أنا مرة. لكن ازاي؟ هما شايفين الكلمة دي وسخة، إن هما مش مرة. أمال أنتوا إيه؟
برافو عليك يا حمزه. والله انتوا ايه؟ مش مره؟ البت ايه هتتسجن بسبب الراجل ده؟ المهم انه عنده كاريزما رهيبه يخليكي تتقبلي منه الالفاظ دي عادي جدا، ولو سمعتيها من حد تاني غيره تتقرفي. بجد كلامك صح. طب يا عماد بص، الارضيات هتتعمل رخام يعني هتتعمل رخام، اوكي؟ سلام يا عماد. هنعرف اللي يخطب يكون مبسوط وفرحان، بس حضرتك على طول خناق ليه؟ نصيبي كده علشان مخطوبه لواحد نكدي ومقرف. يعني المشكله دي كلها علشان ارضيات رخام واوضه؟ اه انا عايز اغير الارضيات رخام. ايه المشكله؟ المشكله انه ممكن يكون معهوش فلوس، ولو معاه ممكن يكون محتاجها في حاجه تانيه. وبعدين ايه قصه اوضه امه دي؟ ياما مشيت امه من البيت كله ومش قادره تسيب لها اوضه. ليه كده يا جان؟ بجد مشاكلك تافهه هتشلي مني جنب. انا مش تافهه على فكره، بقول مشاكلك مش انتي. انا مش عايزه اعيش مع حماتي في بيت واحد، وحكايه اوضتها اللي هي حطها لي مسمار جحا دي انا مش قابلها. مش كل شويه ماما جايه اهلا وسهلا، ما هي اوضتها موجوده تنور. انا حره في بيتي، انا مش غلط. سيبيه يا جان، سيبي عماد احسن عشان ما تظلميش نفسك وتظلميه معاكي. يعني ايه؟ يعني انت ما بتحبيش عماد؟ انت مين قال لك كده؟ كلامك كله معناه كده. شوفي، مع اختلافي الشديد مع هزيل في طريقتها مع سيف الا انها بتحب، وهو كمان بيحبها، ويمكن عشان كده هي مستحمله كل ده. نو انا بحب سيف بجد، لكن من كتر المشاكل اللي بينا ابتديت ازهق من الحب. نكد قوي. عموما موضوعك مختلف عن موضوع جين. انت لازم تواجهي نفسك. عماد كويس وانا مش هسيبه. براحتك يا جان، بس حاولي تفهمي، لان بصراحه مشاكلكم كترت قوي. اوكي انا ماشيه. ايه ده انت اتقمصتي؟ انا قرفانه وانتوا قرفتوني زياده. سلام. الصراحه عندك حق. هي دي زعلت؟ لا دي ما عندهاش دم ومش هتسيب عماد. لا مش هتسيب. لما تتجوز هتحصل معاها شويه مشاكل بس هتسيطر عليه. يا جماعه جان مسيحيه. لا يا شيخ، لا يا شيخ، جد مسيحيه. يا نهار اسود جديده دي. بس بقى يا دين بقى بطلي تهريج. انا قصدي يعني ان جوازه ما فيهوش هزار. وبعدين الغريب انها شايفه كل المشاكل اللي ما بين اخوها ومراته وبرضه مكمله. الولد كويس وبيحبها، والله ممكن يكون احسن منها كمان. لا مش للدرجه دي يا ساره، ما تبقيش اوفر. البنت حلوه ومدوره كده وحلوه وشعمه. شعمه واموره. عارفه ايه مشكلتها؟ ابوها وامها عمالين ينفخوا فيها من البنت. خلاص هتنفجر. بصي انا حبت معاك يا قمر، قلت لبابا. ايه؟ طب انا حبت معاك النهارده. خلاص نبات احنا الاثنين. لا انت ولا هي. ليه؟ انا هروح ابات في بيت اهلي. خلاص روحي واحنا نبات. طب انا قلت وحشتني، ماليش دعوه باللي انتوا هتعملوه. براحتكم. نبات انا وانت لوحدينا؟ اه. لا تغميه؟ لا انا عريسه عريسه يا قمر. البت دي شمال. او ناس تغميه تقول لي عريسه وعريسه. طب يلا يا سارة. كلنا شمال. اتأخرتي على بابا. يلا يا سارة. عايزين نبات. انا مش عارفة يا سارة. ما بشبعش من قاعد معاكم شوية. يلا. تلعبش. عشان الواد فتحي ما يقعدش يتريق ويقول لك ريحته مش كويسه وبتاع. بس انت كنت عالي قوي يا استاذ النهارده. بسم الله ما شاء الله عليك، ما بترحمش. زيري بيو في ماي، زيري بيو في فوزيه. انا كنت مبسوط قوي يا استاذ. حمزه البسيوني جامد قوي قوي. الحلقه عجبتك؟ طبعا معليك. انا كمان كنت مبسوط قوي. ايه اللي انت عملته ده يا استاذ؟ انا استاذه؟ قوم انت من هنا، قوم قوم. ممكن افهم ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ ايه كميه الالفاظ الخارجه دي؟ كام مره قلت كلمه مره في الحلقه؟ انا وضحت وشرحت. حرام عليك، ليه انت عايز تقفل البرنامج من تاني يوم؟ ما تقول له حاجه يا زين. عندك حق يا استاذه، والله قلت له. زين عندك حق يا استاذ.
أستاذة آية ده أسلوبي ومش هغيره، واللي ما بيفهمش وبهيم ما يتفرجش. مفيش فايدة، مهما قلت وعد مفيش فايدة. مفيش فايدة. زين، في فايدة، وفايدة كبيرة قوي كمان. ما تشيليش هم، أنا متحمل المسؤولية. أنت عارف إن أنت لو مشيت أنا كمان همشي؟ يبقى ما تقلقيش. لا أقلق. ليه قاعدة طول الوقت محروق دمي في الحلقة؟ ليه قاعدة على أعصابي؟ ده شريف. اتفضلي. ربنا يستر، ربنا يستر. أي يا شريف؟ والله؟ طب تمام. ماشي أوكي. باي يا شريف. شفتي بقى؟ مش قلتلك ما تقلقيش؟ انتش عارفك هو قال لي ايه اصلا؟ شكر في الحلقه وحمدي كلمه. برضو ده مش معناه انك تتمادى. ما تقول حاجه يا زين. طبعا، هو الكم مره اللي معاه دول في البرنامج، المره ماهي والمره فوزيه، ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه دول؟ سلام. طيب يا راجل، امال ايه زربو ماهي زربو فوزيه يا واطي؟ على فكرة أخ زين، أنت شغال معايا مش مع آية. اتلم. طيب أنا همشي. رايحة فين؟ ماشية. لا، تجيبي فتحي وتعالي عشان عايزكم في مشوار مهم. مشوار إيه؟ رايحين فين؟ أنا عازمكم على العشاء في الجراند. جراند هوتيل؟ آه طبعًا. بس اللي على النيل. آه طبعًا. ممكن ما تلغيش كتير وتجيبي فتحي وتيجي؟ افكر. يمكن ابقى عايزه اروح ويمكن ما يبانش نفس. تفكري. انا غلطان، كنت عاوز اكسب فيكي ثواب واكلك لقمه نظيفه. اسمحي لي انام جنبك قبل ما امك تصحى. اتفضل يا بابا. انا عمري ما كنت مبسوط قد دلوقتي. انت ايه اللي صحاك يا ست انت؟ شفتي يا سارة قد ايه ابوكي مؤثر في نوم امك؟ مش قوي كده، كنت فاكراك وقعت في الحمام. وقعت؟ طب خلاص، ما تبوظيش اللحظة الجميلة دي اللي بنتنا نايمة فيها.
يا سيدي الناس، انا ممكن اخد معاك صوره واحده بس. لا انا ما بصورش مع حد الصبح، ابعد. انا مفيش حد بيقرب كده بكلم حد. ابعد. ايه ده انت مستقلب بيا ولا ايه يا عم الحاج؟ ده انا حتى معايا موبايل بكاميرا. بقول لك ايه يا شبح، مش الباشا قال لك ما بتصورش؟ يبقى ما بتصورش. وشايفنا قاعدين بناكل، يعني خلي عندك ذوق، وقتك خلص. جري يا برنس، وانت ليك فيه؟ ليا فيه. مش قلبه اتنين، بالك كده مدفوق معانا حريم، ما تظبط نفسك عشان ما اظبطكش. طب خلاص يا عم، ما الذوق لا ذوق، بالك يلا ما تظبط نفسك كده بقى. وديت على نفسك ورميت نفسك في التهلوكة. يا فتحي ما ينفعش ده، يا فتحي ما ينفعش كده. انت يا اقعدي اسكت. ايه اللي فيه؟ ايه ما تشوف يا جماعه؟ خلاص لا حيره، ارفع عليك سلاح وشبات الكاميرا ولا بتاع كمان. ولا انت خفت قوي يلا زين، اظبط يلا بقى، اظبطك يلا. سيب لي الطلعه دي يا فتحي. ايه يا ولا، انت ما سمعتش عن تعليم زين ولا ايه يا واد؟ التعليم بقى مفتوح يا عموه. مفتوح؟ عدل يلا. بقول لك ايه يا عم، ما تفسر ايه؟ ايه الطلعه دي يا فتحي؟ عيل قليل ادب. يلا يا زين. في ايه يا واد؟ شلت ابن عيسه بتاعت الرز؟ يا عزيزه. عزيزه فينك يا الادب؟ في ايه؟ بص بقى، روح قول لامك ان عزيزه ادتك قلمين عشان عملت شويه حوق في المنطقه مع الناس الكبار بتوعي. اتمدي ايدك عليا يا عزيزه. وعلى امك لو حاكم. طب ايه رايك انا مش هرد عليكي؟ مش عشان انت ست كبيره. ايه اللي هداك ورق قلتك يا بعيد؟ عشان خاطر انت يا عزيزه. يا لهوي. وكل الحوار ده كله عشان خاطر صوره كنت عايز اخدها مع الباشا. ما قال لك ما بتصورش مع حد. كان ولا بود تصور معايا انا. هات الموبايل بتاع. اوه. مش عايز اتصور انا. يلا بالعافيه. وري دي الصورة لأمك وروح أمك. يلا ايه ده يا جدعان؟ دي حارة لمت. ده فين أيام ما كانت كلها فلل؟ فلل؟ فين؟ هنا، بس أنت اللي كنت صغير ما وقعتش. أيوة يا حبيبي. طيب أنت هتبقى أحسن دلوقتي. لا أنت كنت صغير ما توقعش. استغفر الله العظيم يا رب. بس أنت طلعت تمام يا معلم. أنا كنت فاكرك من العيال السكيميكي. لا السكيميكي إيه؟ ده طلع ابن قرود يتخاف منه. اه بس انت ازاي كده؟ ده انا ما عرفتكش خالص اول ما فتحت بقك وقلت الكلام الغريب اللي انت قلته ده. انت كده شفتي فتحي الصايع شويه. فتحي الصايع شويه؟ هو لسه في اكتر من كده؟ اه طبعا. في فتحي البرشامجي وفتحي الميكانيكي وفتحي ابن الناس. بعون الله اقعد مع اي حد اقدر اتقمص شخصيته. طب تتقمصني؟ لا يا أستاذ حمزة، حضرتك بتحرجني. وعلى العموم يعني أنا أقدر أقوم بالبرنامج ده من غير شوية النسوان العوجر دول. يا واطي. يا ابن اللذينة. فتحي كان ينفعك أيام الشقاوة يا زين. أيوة يا أستاذ. إلا أنت طفحتي كام ساندوتش لغاية دلوقتي كبدة؟ أنت هتزيد علينا لقمة؟ حاجة غريبة جدا، بعدين كبدة حلوة أوي. تسلم ايديك يا زوزو. الف انا وشيف على قلبك. تحفه. والله وجعتي بقي. يا لهوي انا مش قادر اكمل. انت خلصت اصلا؟ انت اكلت كام سندوتش؟ بقول لك ايه يا زوزو بقى، فين الجراند سبيشال اللي انت بتقولنا عليه بالبسبوسه ده؟ عينيا حبيبتي. خد يا مونتي، ها سبع سبيشال هنا. حاضر يا معلم. بقول لك شاي يا ابني. في بيت الفلفل ولعني بقي، ما بقتش عارفه اتكلم. بس حلو. الهنا والشفا. شكرا يا حيوان. عفوا. عفوا كل الناس عنده حيوان. ايه ده؟ استاذه ايه؟ مساء الخير يا استاذه ايه؟ مش عارفاني يا استاذه ايه ولا ايه؟ في حريقه ورايا. تعالى كده شوف.
تخافش يا استاذه قوي كده، انا عارف ان الجاكيت لسه جديد. استاذه ايه، انت ما قلتلوش عني ولا ايه يا استاذه؟ مين الام في الدفع؟ ايه يا استاذ انت ما تعرفنيش؟ انا اسف. يا نهار اسود، موحه مخرج الروايه يا استاذ، ده اكبر مخرج كليتات في مصر كلها يا استاذ. انت ما تتفرجش على التلفزيون ولا ايه؟ مخرج ايه؟ كليتات يا استاذ. لا ازاي، ده عارف مخرج، حتى لابس واحد منهم انا. حلوه يا استاذ والله العظيم، انت ظريف قوي. ميرسي. انت عارف يا استاذ انا معايا اكتشاف النهارده هكسر بيه الدنيا، لن اتخلى عنه ابدا حتى الموت. الواد ده صوته يا استاذ صوته غريب، غريب جدا. سيد حموكشة، سيد البرديشي، سيد الخرتيشي، اسمك ايه يا ابني؟ محمود حنبله. محمود حنبله، ابو رجل عامله زي القله. والنبي يا استاذ اسمع، غني اهو، غني غني، يلا تحفهم. انت قايل لي اغنيه دمرت ام جوه، قولها لهم. نفسي نفسي. خلاص حبيبي. نفسي يا دنيا يا استاذ، هو نفسي عايز نفسي. بعدين نفسه في سجق مش في كبده يا استاذ. الواد ده بقى يا استاذ لفني. انا بنزل المناطق نائيه زي دي، اقعد ادور على البذور المطربين اللي زي دول، اخدهم بقى انا عندي، افرخهم واكبرهم واعملهم نجوم يخسروا الدنيا كلها. الواد ده اتفرج عليه في ظرف بتاع 25 سنه، وربنا هيغير مسار الاغنيه في تاريخ الكره المصريه. وعلى فكره بقى يا استاذ، الواد ده خامه حلوه، ما تديلهم واحده غير نفسي دي، حاجه تانيه. انا ايه، تعالي كده هيرجع. انا كلت الكبده. خد تاني يا حبيبي. وانا نايم. الله عليك يا حنبله عالمي، حنبله اكل الكبده ونايم، ازيكم بتاكلوها وانتوا صاحيين؟ ايه ده كوميدي؟ الاكتشاف ده، ابعد الاكتشاف ده، اقف يا اكتشاف. انا مش معاك ولا ايه؟ لف يا بنت كده يا بنت، وري الناس الاكتشافات دي. يا مسيكا ما تشغلنا حاجه على الاكتشاف ده، خلينا نكتشفه. اخشى على اخشى على طوالة. في ايه؟ احنا جايين ناكل مش جايين نرقص. اخشى على ايه يا عم الجو اللي انت عايش فيه ده؟ بقول لك اكتشاف، واكتشاف رخيص، تقول لي اخشع وما تخشعش. سمعني حبيب قلبي، سمعني يا عم. يا زغلول. اه استاذ، خلي الواد ده يسمعنا حاجه للاستاذ فتحي اللوندي، واغنيه من الجداد بتوعه اللي لسه ما نزلتش. سمعنا بقى حبيبي حاجه، عشان احنا كده بايظين خالص. سمعنا. الله. انا ايوه كنت هنا. ايوه لا ما كنت هنا. لا خدوا على الخرابه بقى. هنا على الخرابه، على الخرابه زغلول، وكملوا الحاجات دي. قول يا حبيبي عشان انا عايز انفرد بالاستاذ كده شويه. وكنت هناك. ايوه لما كنت هناك. ده عنده حبوب. ايوه مش موهوب بس. انا بقى يعني قلت له على تمرينات عشان اعماله الصوتيه، عنده ارتخاءات كده، وقلت له على تمرينات. الواد ده لو عملها الواد ده هيبقى عالمي، الواد ده هيعدي وربنا يكرمه. اقول لك على حاجه حلوه عشان الارتخاء ده. قول له يا استاذ. ياخد حبيتين جنين قمح مع عود كرفس، يضربهم في الخلاط وعلى الريق على معده فاضيه. الارتخاء هيروح وهيبقى 100 100، بس موهوب. انا اعرف الخامه، ودني موسيقيه. انت الله اكبر عليك. انا بص، بس انا بقى عايزك تكون صريح مع حبيبك
موحة عشان موحة هيوصلك لسلم الشهر إن شاء الله. بص إحنا قاعدين بقالنا 3 أيام في القعدة دي السودة دي وما خدتش منك معلومة. أنت كنت بتشتغل إيه وسكتك إيه؟ بص بقى، أنا ارتحت لك وحبيتك وهفتح لك قلبي. أنا أصلاً من مطاريد الجبل، واسمي في الأصل سبع الليل. كلب الليل؟ سبع الليل يا جدع، في إيه؟ معلم سبع الليل مطرود من الجبل إزاي يعني؟ يعني أبوك طردك من البيت فقمت رحت استخبيت في الجبل ولا إيه؟ أبويا طردني، بقول لك أنا كنت من مطاريد الجبل، كنت رايح فاكيشن. أنا بقى هكتشفك وأعمل لك كليت في الجبل وتكمل بقية حياتك في الجبل وما تجيش البلد دي تاني. يعني هغني؟ أنت وهنصحى كلنا من النوم بعد ما نغني. وانا عايزك دلوقتي بقى تسمعني حاجه حلوه كده. الاستاذ علي الحجار؟ يا عم علي الحفار ايه يا عم؟ بقول لك سمعني حاجه طرب، حاجه احس ان انا تلقائي مع نفسي واحاسيسي تتحرك ومشاعري عشان اعرف اعمل لك كليت في خيالي، اعرف اوصف لك اللي انا حاسس بيه. بقول لك علي الحجار يعني ابو الطرب، في ايه مالك؟ طرب ايه وكفت ايه يا عم؟ ابوس ايدك لو سمحت، انا محتاج منك دلوقتي. بص الزغروف ده بقاله ساعة ونص ما وليهاش الحتة الصغننة دي، قول لي حاجة بقى خليني أشعل، خليني أقول اللي جوايا. السيجارة الدايت دي هتوديك في داهية، لعلمك. سمعك حاجة للأستاذ علي الحجار. ماشي يا عم. آخر ألبون. ألبون؟ ما اسموش ألبون يا عم، أنت إيه؟ مالكش في الفن؟ ده أنت ال 28 حرف عندك ضايعين أصلاً، جاي هتتملت عليا. طب يلا سمع سمع. عدت يا يوم مولدي ترارارا، عدت يا أيها الشقي ترارارا، عدت يا يوم مولدي تر. يا عم في انت فكرتني بيوم مولدي؟ انا مش مولد الاستاذ علي الحفار، انا اتولدت اصلي في ظروف ما يعلم بها ربنا. ليه؟ انا ابويا مات قبل ما اتولد بثلاث سنين. قعدت اقول لامي يا اما انا ابني مين يا اما؟ يا اما انا ابني مين يا اما؟ امي اصلا ماتت قبل ما تولد كمان بسنه ونص، انا ما اعرفش انا ابني مين. فغني كمل 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 ومالكش دعوه، لما اندمج مالكش دعوه بيا. تصدق انا حبيتك؟ لان طفولتك واضح ان هي شبه طفولتي. الطور على اشكالها تقع. بس في امل؟ بصراحه عشان ما اضحكش عليك ودمر مستقبلك، لان انا كم بتاع يضرب ولا ايه؟ انت الوش اللي ما يعلم بيه الا ربنا ده ما ينفعش يطلع ولا في تلفزيون ولا في كليبات، وانا بضيع وقت معاك بس مستني الظروف ده يخلص، وشكل امه مش هيخلص. ممكن تمثل وخلاص لحد ما يخلص. يلا انا اللي بعد بقول فيك ان انت راجل، انت بتفكرني بالاستاذ انور وجدي. أنور مجدي؟ بص ما تجيبليش سيرة أنور مجدي، أنا ليا رسالة لوحدي، ما بمشيش في طريق تاني مع حد وما بقلتش حد. أنا جوايا أحاسيس ومشاعر أطلعها على الشاشة الصغيرة والشاشة الكبيرة والشاشة المتوسطة وحتى أي شاشة. ما تفكرنيش بالأستاذ أنور مجدي عشان أنا في مشاكل بيني وبينه. يعني هتكتشفني ولا إيه من الآخر يعني؟ أنا ما بكشفش على حد، أنا لو أنت من جواك الجمهور هيصدقك وهتوصل بسرعة قوي للناس وقلوب البني آدمين. أنا جات لي ارتعاش. بص أنا ممكن دلوقتي أروح وممكن نتقابل بكرة في نفس الميعاد دهون. هتيجي؟ هاجي يا عم، أنا منظر واحد ده أجيله تاني. بص شوف أقول لك على حاجة من الآخر. قول. عشان تريح نفسك انت ترجع الجبل تاني وما تجيش تعيش مع البني ادمين. انت ما تعيش الا مع الذئابه والكلابه والحشرات الوسخه الضاره، انما البني ادمين النظيفه دي انت ما تعيش فيها. أستاذ إيهاب؟ أيوة يا فندم. أنا هبة. أهلا وسهلا.
بقية في حياتك؟ في حياتك الباقية. كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع كده. طب حضرتك اتفضلي. اتفضلي. حضرتك تعرفي علياء؟ منين؟ ما هو ده الموضوع اللي كنت جايه لك علشانه. أنا قابلت علياء في شرم في المعرض اللي كانت بتشتغل فيه، وعملت لي شغل خاص ليا. أيوه، عبارة عن إيه يعني؟ فوتو سيشن كبير ليا ولشركتي. معلش، بس الكاميرا بتاعت علياء مش موجودة دلوقتي، يعني أنا مش هعرف أديكي الصور. لا أنا مش عايزة الصور، أنا صور استلمتهم من علياء، بس عايزة أدفع بقية حسابهم. حسابهم؟ ما أنا اديت علياء في شرم 5000 جنيه وجاية عشان أدفع الباقي. أنا ما عنديش فكرة عن الموضوع ده، بس أعتقد إن أنا لقيت ظرف في الشنطة مكتوب عليه هبة وجواه فلوس، بس أنا ما عديتهمش. 5000 جنيه. اتفضل. ايوه، ده ايه حضرتك؟ ده بقيه الحساب 25000 جنيه. 25000 جنيه؟ ده حضرتك تاخديه تاني. اتفضلي. ليه بس كده يا استاذ ايهاب؟ لان عليا استحاله تطلب المبلغ ده في فوتو سيشن. خدي فلوسك يا استاذ ايهاب لو سمحتي. وانا مالي هي بتاخد كام؟ انا ليا دعوه باللي اتفقت معاها عليه. 30000 جنيه. خدي فلوسك يا ستي، خدي فلوسك، انا مش عايز فلوس من حد. خدي فلوسك، خدي فلوسك واطلعي بره. الله، خدي فلوسك، اتفضلي اطلعي بره. خلاص، اوكي.